السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مراجعة القسم 4-3 مجموعات مركبة من المقاومات للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2013-2014. المسألة رقم 7. مسألة رقم 7 تفسير الرسوم التخطيطية. إذا عندك رسمة وبدك تفسر محتواها، النوع من المسائل ممكن يجي بالامتحان. يظهر الشكل التالي دائرة منزلية بعدة أجهزة مع قاطع 220 فولت. إذن علينا نجي نشوف الدائرة. عندنا هذا المصدر 220 فولت، حيخرج منه التيار، حيكون عندنا 3 فروع. الفرع هذا يحوي محمص الخبز، الفرع هذا يحوي الميكروويف، الفرع هذا يحوي محمص الفشار بمقاومات مختلفة. مثلا محمص الخبز مقاومته 16.9، الميكروويف مقاومته 8.0 أوم، محمص الفشار مقاومته 10.0 أوم. الطلب أول، هل التيار في محمص الخبز مساوي للتيار في الميكروويف؟ يعني التيار هنا إذا سمينا هذا آي 1 وهذا آي 2 وهي آي 3 متساوي؟ الجواب لا. ليش ما متساوي؟ لأن المقاومات مختلفة والتيار يتناسب عكسيا مع المقاومة عند ثبات فرق الجهد. ثلاثة لهم فرق الجهد 220 فولت، لكن التيار المار في كل منهما يختلف باختلاف المقاومة. إذا رجعنا لقانون أوم، هذا فرق الجهد ثابت، فبيبقى عندنا التناسب عكسي بين المقاومة والتيار. الطلب، هل فرق الجهد عبر الميكروويف، عم يحكي عن فرق الجهد، مساوي لفرق الجهد عبر محمص الفشار؟ بنرجع للرسم. الثلاث أجهزة موصولة على التوازي مع بعض البعض ومع المصدر، إذن كل منهما له فرق الجهد 220 فولت. بنقول نعم، لأن كل منهما متصل على التوازي مع المصدر. الطلب جيم، هل التيار في قاطع الدائرة مساوي للتيار الكلي في جميع الأجهزة؟ نجي منشوف القاطع، هذا القاطع اللي مقاومته 1/100 أوم، مقاومة كتير صغيرة، فمعناتها مو التيار حيمر بكامله عبر القاطع. إذا بنقول نعم، لأن مقاومة القاطع صغيرة جدا، فالتيار الكلي بيمر عبر القاطع بأكمله. الطلب دال، احسب المقاومة المكافئة للدائرة. حتى نحسب المقاومة المكافئة للدائرة، عودة للشكل، عندنا المقاومات الثلاثة موصولة على التوازي. إذا بطبق قاعدة المقاومة المكافئة في حال التوازي، وهي مقلوب المقاومة المكافئة تساوي مجموع مقلوب المقاومات. تطلع عندنا المقاومة المكافئة 3.6 أوم، منضيف إليها مقاومة القاطع، تصير المقاومة المكافئة للدائرة 3.6 أوم. احسب شدة التيار في محمصة الخبز، منطبق قانون أوم بين طرفي محمصة الخبز، دلتا في هي الكلي وهذه مقاومة محمص الخبز، بيطلع 13 أمبير عم بيمر بمحمص الخبز. أنا حسبت التيار الكلي، طلع التيار الكلي 61 أمبير، إذن المصدر عم يعطينا تيار مقداره 61 أمبير عم تتفرع هنا، وفي أمان الله وفي انتظار تعليقاتكم وتشجيعكم. لا تنسوا تشجيعي.